بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة الجديدة واللي حنتكلم فيها عن موضوع مهم جدا، خصوصا اللي بيهتموا في البزنس أو تطوير أعمالهم أو مشاريعهم. وحنتكلم بإذن الله تعالى عن ثلاث نقاط مهمة ورئيسية لازم أنت تكون واعي لها قبل البدء بالبزنس أو حتى وإنت ماشي في موضوع تطوير البزنس الخاص بك. عشان هيك بحكي لك يعني الآن اشترك في قناتي وأعجب بهذا الفيديو لاصل لغيرك، وهيك إنت بتشجعنا وبتدعمنا على الاستمرار بإذن الله وتقديم النصائح والأفضل بإذن الله. وبتمنى منك تكون اشتركت الآن في قناتي، وخليني أبدأ معك في النقطة الأولى. طبعا الكثير منا يرغب في إيجاد فكرة صحيحة وسليمة ومناسبة كي يبدأ بها البزنس الخاص به، وأنا بحكي لك أنت الآن مشكلتك أنه توجد هذه الفكرة الصحيحة. طبعا هناك كثير من الفيديوهات أنا على قناتي موجودة طبعا تتكلم عن كيف أنه أنت توجد الفكرة المناسبة وما هي الكونسترينز وما هي الشروط والمعايير اللي بتأهلك لأنه هذه الفكرة تكون صحيحة ومناسبة، وإن شاء الله بتكون يعني فكرة قابلة للنجاح. طيب الآن أنت أوجدت هذه الفكرة وكانت هي صحيحة ومناسبة، بالتالي أنت الآن تأتي للمرحلة التالية وهي أثناء التنفيذ. هل أنت نفذت هذه الفكرة بشكل صحيح؟ إذا من أهم المعوقات اللي بتواجه ريادي الأعمال ومطوري الأعمال هي أنه ينفذ الفكرة بشكل صحيح ويستمر في التنفيذ، لأنه كثير يا جماعة من يجد الفكرة الصحيحة والمناسبة لكن للأسف وهو في التنفيذ تواجهه بعض المشكلات والعراقيل والصعوبات، فبالتالي هو يستسلم من أول مطب واجهه. عشان هيك بنقول لرواد الأعمال لازم يكون عندك صبر وجلد وعزيمة أنه أنت تستمر وتنفذ هذه الفكرة، وهذه هي الروعة في موضوع التنفيذ. الآن نحكي عن سر خطير جدا ومهم أثناء تنفيذ مشروعك هو الاستمرارية. خليك دائما مستمر، خليك دائما يعني واجه العقبات والمصاعب والمشكلات. المشكلة ما بتنحل في يوم وفي ليلة، لازم تحتاج إلى بعض الصبر والاستشارة والخبرة. يعني أنت ما تقول لي إنه والله مشكلة من هنا أو تحدي من هنا خلاص سلمت وراقك، لا ما بنفع. إذن البزنس يحتاج إلى صبر طويل ونفس طويل، بيحتاج منك إنه أنت يكون عندك مرونة واستمرارية في تنفيذ هذا المشروع. عشان هيك بحكي لك دائما خليك صبور وخليك مستمر بإذن الله تعالى، وسوف تلقى النجاح في تنفيذ فكرتك. الآن صديقي أنت الآن استمريت في تنفيذ هذا المشروع والآن أصبحت على عتبة النجاح ومشروعك بدأ يعني يدير الأرباح والإيرادات. خلينا أحكي لك أنه الكثير للأسف من الأخطاء يرتكبها رواد الأعمال وهو مجرد أنه يعني ما يكون هناك عائد أو أرباح يبدأ بالصرف أو يبدأ بالنفقات والمزيد من النفقات ليهلك طبعا ويهدر الجهد اللي هو بيبذله. للأسف يعني ما تكون هيك، خليك دائما الإيرادات اللي بتجيك أو الأرباح حاول تستثمرها وتعيد استثمارها في توسعه مشروعك، في توسعه الافكار، جلب موارد ابداعيه وهكذا. حاول انه انت تنمي من هذا البزنس، ما تحاول انه انت تستثمر الايرادات والارباح في الصرف او في النفقات. عشان هيك بقول لك هذا كان سبب خسران كثير من رواد الاعمال، انهم خسروا يا جماعه مشاريعهم وافكارهم لانهم يعني اتجهوا وكانت نظرتهم الى النفقات للاسف والمصرف بدلا من اعاده استثمار هذه الأمر. إذن هيك انتهينا من النقطة الأولى اللي هي كانت إيجاد الفكرة الصحيحة، ومن ثم مرحلة التنفيذ، وبعد هيك النجاح، وبعد ذلك استغلال الأرباح أو ما يعود عليك في إعادة استثمار هذا المشروع. خليني أجي معك للنقطة الثانية وهي الفرصة المناسبة. الكثير يا جماعة يعني من رواد الأعمال أو حتى الناس العاديين ما بيستثمر الفرص المتاحة له، بيترك هذه الفرصة تمر مرور الكرام، وللأسف لا يدرك أنه فاتته فرصة عمره أو فرصة اللي ممكن يعني قلبت الموازين في حياته. عشان هيك بحكي لك دائما خليك مستثمر ومستغل الفرص اللي هي بتجيك، لانه الفرصه للاسف لا تعاد. وخلينا احكي لك كيف ممكن نستعد للفرصه، كان هذا احد الاسئله من افراد عائله تيرمينس، حكى لي يعني كيف انا استعد للفرصه المناسبه. بحكي له يا جماعه باختصار هو انه انت دائما تتعلم كل جديد، دائما تنمي نفسك، دائما تنمي مواهبك، مهاراتك، طور ذاتك على الدوام، ولا تترك لنفسك المجال انه انت تتكاسل عن تطوير ذاتك او التعلم بكل ما هو جيد او باي معرفه جديده. عشان هيك بحكي لك انه انت تعلم، استعد، كن عندك خبره، كن عندك مهارات، قدرات، واي فرصه سوف تاتي سوف تستثمر باذن الله بالشكل الصحيح. هذا هو السر يا جماعه لاستثمار الفرص. وخليني اختم معك بالنقطه الثالثه وهي الاستثمار والادخار. وخليني احكي لك طبعا قبل ما انهي هذه النقطه لازم تكون ان شاء الله انت مشترك في قناتي وما تنسى الاعجاب لهذا الفيديو.
الآن نقطة الادخار والاستثمار، ما هي المحك أنه أنت لازم تستثمر ومن الضروري أنه أنت تدخر؟ لأنه يا جماعة إحنا اليوم مشكلات الحياة كثيرة جدا ومصاعب وتحديات، خصوصا يعني التطور وتدهور الأوضاع الاقتصادية بشكل كبير، لازم يكون عندك جانب أمان يعني تشيله. يعني كيف مثلا أنه لازم 10% لازم أنا أدخرها يا جماعة لأي طارئ أو لأي يوم أسود. خليني أحكي لك، يعني قرشك الأبيض ليومك الأسود، هذا المثل اللي بيحكيه. عشانك من الضروري اليوم يعني خصوصا في هذه الاوضاع وفي ظل الاوضاع الاقتصاديه المتداوله زي ما حكينا، لازم انا ادخر شويه من المال اللي بيجيني يا جماعه، لو حتى 5%، 5% على الاقل يعني لازم تدخر اليوم. لازم يكون في قرار بعد هذا الفيديو، وهو قرار حكيم وعملي ومنطقي انه انت تدخر يا جماعه جزء من هذا الايراد اللي بيجي. طيب الجزء الثاني وهو الاستثمار، ايضا لازم يكون عندك جزء او نسبه معينه انه انت تدخرها، خلينا نقول لها حساب الاستثمار. ما بينفع انه انت اليوم الشخص يعني كل ايرادك بتصرفه، هذا الكلام انتهى اليوم يا جماعه. لازم يكون عندي جزء من المال لازم انا اضخه في حساب استثمار، يعني مثلا تطوير مهاره، يعني مثلا ممكن في المساهمه في جزء من مشروع، اكون شريك مثلا في حصه معينه وهكذا، ادر علي ارباح. تمام، اذا ما تفوت هذه الفرصه. لازم تطبق يا جماعه ثلاثه افكار اللي حكينا عليها في هذا الفيديو، ولو عجبتك هذه الافكار يعني ضروري انه انت تحكي لي ما هي اكثر فكره عجبتك، وما هي الفكره اللي انت ان شاء الله حتنوي تطبيقها. طبعا ما تنسيني من اللايك والشير في قناتي، وبتشرف فيك وبمعرفتك، وربنا يسعدكم ويوفقكم باذن الله تعالى.